انتم القادرين على تغيير مصر. خلي بالكم شباب، مصر هم القادرين على التغيير. انا شايف قدامي مجموعه شباب ممكن كل شابه فيهم وكل رجل فيهم يكون مشروع ناجح خاص بمصر كلها، ممكن يكون مشروع اسره ناجحه. انتوا القادرين على تغيير المجتمع، انتوا القادرين على تغيير الوعي في المنيا من اولها لاخرها. الشباب هو القدره على التغيير. عشان كده انا بناشد فيكم، في كل واحد فيكم، العزيمه والثقه والاتقان. محافظه المنيا نالت نصيب الاسد من تمويل الصندوق. كان نصيب المنيا، وانا برضو برجع اقول انه كان نصيب الاسد 1,400,000,000 جنيه، وفرت 238,000 فرصه عمل. لو نظرة على من اول السنه دي لحد 31/8 مولنا محافظه المنيا ب 127,000,000 جنيه المشروعات الصغيره والمتناهيه، وفرت اكثر من 16,300 مشروع. فخورين بيكم جدا، سعداء بيكم جدا، وبتسمحوا بنبلغ رساله لرئيس مجلس اداره الصندوق الاجتماعي في القاهره، دوله رئيس الوزاره. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده دي الحلول على المدى القصير، الهدف منها هو توفير فرص تشغيل لحضراتكم في الفتره الحاليه. الأستاذ أسامة جاد رب بيومي، ومريض الفتحة السنية العامة.